السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازاي حضراتكم؟ يا رب تكونوا بخير. في هذا الفيديو اقدم لكم ديكور 3D بشكل جديد على هيئه مربع. زي ما حضراتكم شايفين هنجيب مربع، زي ما حضراتكم شايفين مربع ورقه ديت 30 سم، العرض ده 30 سم وهنا 40 سم، زي ما حضراتكم شايفين العرض ده 30 سم والطول ده 40 سم، زي ما حضراتكم شايفين كده. هناخد المسافه دي كلها 10 سم وهنا 20 سم، زي ما حضراتكم شايفين وهنا 20 سم وهنا 10 سم وهنا 20 سم وهنا 20 سم وهنا 10 سم، ونبدا نوصل زي ما حضراتكم شايفين. والمسافه دي كده زي ما حضراتكم شايفين كده المسافه ديت ان هي دي كلها كده 10 سم، ونبدا نعلي من نقطه من نقطه نهوت ونوصل المسافه دي 20 سم وهنا 10 سم زي ما حضراتكم شايفين، ونبدا نوصل. قصيتها وفرختها اديت المنظر دوت، ونعمل هنا مسافه كام؟ 8 سم زي ما حضراتكم شايفين كده. المسافه دي كلها هنعمل 8 سم ونعمل نقطه نهوت، والمسافه ديت 8 سم. قصيتها وفرختها زي ما حضراتكم شايفين ادالي الشكل دوت. شايفين دي الاسطمبه اللي قلنا عليها، قصيتها وفرختها زي ما حضراتكم شايفين. هنجيب الاسطمبه كده اللي هي مع نظام مربعات زي ما حضراتكم شايفين، قلنا كده هنحدد من هنا كده زي ما حضراتكم شايفين كده اهم كده، ونيجي نحدد العلامه ديت نحن 8 سم ونقف لحد هنا ونسيب المسافه دي ونحدد بقى كده زي ما حضراتكم شايفين. نيجي بقى من تحت ونخرج من اهوت ونوصل زي ما حضراتكم شايفين كده، تمام. نيجي بقى من تحت كده حضراتكم زي ما حضراتكم شايفين، احنا قلنا ديت نسيب المسافه ديت 8 سم، احنا قلنا عليها ايه اهي، احنا قلنا نحدد لحد هنا كده ونوصل كده لحد هنا. نيجي بقى من تحتها كده على طول اهي ونحدد وهكذا، هيبقى كله نفس النظام. طبعا معانا طريقه تنفيذ خطوه بخطوه.
زي ما حضراتكم شايفين ده الشكل النهائي الديكور 3D على شكل مربعات. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس جديد ان شاء الله.